يعني ضيوفي النهارده كابتن اسلام، يمكن انت معايا. هل احنا لو طيب خلينا نتكلم في لحظات الكاس ده. كابتن فتحي شحاته رئيس منطقه القاهره بيسلم دينا عمرو كابتن الفريق، بيسلمها طبعا. دينا عمرو ما شاركتش النهارده عشان كان عندها مزق في العضله. دينا عمرو كان عندها مزق صحيح وما شاركتش، بس طبعا هنا تسليم طبعا كابتن فتحي شحاته رئيس منطقه القاهره، الكابتن عمرو فاروق، الاستاذ محمد الضماطي بيسلموا دينا عمرو كاس المركز الاول. لحظه جميله، الف مليون مبروك يا دينا، الف مبروك، مليون مبروك للاعبات، الف مليون مبروك الجهاز الفني، الف مليون مبروك. لحظه جميله الحقيقه وبتتكرر كتير مع فريق السيدات. طبعا انا